حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. يمن مونيتور، محافظ تعز مؤكدا استقالته من منصبه، سأترك الفرصة لغيري في خدمة المحافظة. الموقع بوست، استياء بصنعاء واتهام للحوثيين برفع أسعار الغاز. الرئيس هادي للشرق الأوسط، نقترب من استعادة السلطات الثلاث. ومن صحيفة البيان، زعمت أنها شفيت من السرطان فتم تغريمها 320 ألف دولار. أهلا بكم. في حين تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي للأحياء السكنية بمدينة تعز متسببة في مجازر دموية، رصد موقع 26 سبتمبر 4 مجازر ارتكبتها الميليشيا الانقلابية خلال 10 أيام، راح ضحيتها 22 طفلة. الرصد تم خلال الفترة من 14 وحتى 23 من سبتمبر، فقد أظهر استشهاد 9 أطفال وجرحى 13 آخرين. يتابع الموقع، تكشف إحصائية قدمها الصحفي غمدان اليوسفي في جنيف حول عدد الأطفال الذين استشهدوا بالقنص من قبل قناصة الميليشيا في تعز، عن استشهاد 32 طفلا خلال عامي 2016 و2017. الباحثة بمنظمة هيومن رايتس كريستين بيكريل انتقدت صمت العالم تجاه هذه الانتهاكات التي اعتبرتها انتهاكات لقوانين الحرب، داعية مندوبي جنيف في المرة القادمة أن يتذكروا اليمن ويتذكروا تعز. وحول موضوع استقالة محافظ تعز علي المعمري، قال موقع يمن مونيتور إن محافظ تعز علي المعمري أكد استقالته من منصبه، مشيرا إلى أنه سيترك الفرصة لغيره في خدمة المحافظة، في إشارة على ما يبدو إلى أن استقالته باتت نهائية. وقال المعمري في بيان اطلع عليه يمن مونيتور إن تعز بما قدمته من التضحيات وما احتملته من الآلام وما تعرضت له من قصف همجي وحرب ظالمة وحصار خانق كانت ولا زالت تستحق اهتماما أكثر ودعما أوسع. وأضاف تعقيبا على الأحداث والمواقف الأخيرة المتعلقة بصرف رواتب موظفي محافظة تعز والتي كانت السبب المباشر لاستقالته، أشعر بالسعادة لوصول الجزء اليسير مما تستحقه هذه المحافظة والمتمثل براتب الشهر الحالي. يتابع المعمري، كانت الاستقالة قرارا ناتجا عن محصلة تراكمية تولدت بفعل الأحداث والمواقف والظروف التي مرت وتمر بها المحافظة وما تتعرض له من حرب وحصار وخذلان. وأضاف، لا شك أنني لن أكون قادرا على توضيح كل التفاصيل وليس كل ما نعرفه يمكن قوله علنا، ولكني لن أحتمل أن أكون سببا في استمرار معاناة أهلي وأبنائي وإخواني أبناء المحافظة. إذن في نافذة المقالات لهذا اليوم نطالع في الشأن المحلي مقالا للكاتب أمين المذحجي بعنوان سبتمبر ثورة مستمرة، نشر في موقع يمن فويس. يقول الكاتب، لعل أهم ما حققته الثورة هو هذا الوعي السبتمبري التحرري الحالم بالمساواة والعدالة والنهوض الحضاري، والرافض العودة لكافة أشكال الاستبداد والقهر والتمييز والاستئثار، والذي تعزز أكثر بثورة فبراير السلمية، وهو ما كان قد استنتجه الرئيس سلال قبل الثورة كأهم ركيزة للتغيير والتحرر من العبودية. ولذلك نرى وهجه الأكبر في تعز العلم والثقافة والحرية، فكما غيرت الثورة كافة أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونقلت الشعب من حافة الهلاك إلى فضاءات الحياة ومعطيات العصر الحضارية، كانت بداية الانفجار العظيم لبركان الشعب الغاضب، لكنها لم تحقق سوى الجزء اليسير من أهدافها، فلم يتم التخلص من مخلفات الاستعمار والاستبداد، ولا زال جزء منه في عدن والجزء الأكبر في صنعاء وصعدة، ولم يقم نظام جمهوري عادل بل نظام قبلي مستأثر، ولم يتم بناء جيش وطني لحماية الثورة ومكتسباتها بل حرس عائلي قبلي، ولم تزل الفوارق والامتيازات بين الطبقات،
ولعل وقوعنا في إطار المصالح الإقليمية والدولية ودخولنا في قلب ذلك الصراع المستمر هو ما حرف الثورة عن مسارها وأجج صراع الثوار فيما بينهم من ثالث يوم بعد نجاحها. وأعتقد أن فيما حدث ويحدث سيكون درسا قاسيا لكل الطامعين المتكبرين الغافلين عن غضبة الشعب، ليعلموا أن جمهورية السبتمبريين البسطاء ليست تلك التي يتشدقون بها، وثورة سبتمبر الأم تولدت عنها ثورتا أكتوبر وفبراير، وسيستمر النضال حتى تتحقق كامل الأهداف. ومن الأخبار الواردة من صنعاء ما ذكره موقع الموقع بوست عن استياء سكانها جراء رفع أسعار الغاز، حيث أثار ارتفاع أسعار الغاز المنزلي استياء وغضب سكان العاصمة صنعاء، وسط اتهامات لجماعة الحوثي بالتلاعب بأسعار الاسطوانات. سعر اسطوانة الغاز بصنعاء سعة 20 لتر وصل إلى 5500 ريال يمني، بينما السعر الرسمي محدد ب 1200 ريال. شركة الغاز اليمنية ومقرها محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أكدت أنها ترسل عشرات الآلاف من اسطوانات الغاز المنزلي إلى صنعاء وكافت المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي يوميا. وأفادت الشركة في بيان رسمي بأن أكثر من 150 ألف اسطوانة غاز تصدرها يوميا للمناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بسعر 890 ريال للأسطوانة الواحدة. وذكرت الشركة أن الحوثيين يتلاعبون بأسعار اسطوانات الغاز المنزلي، والمواطن يشتريها منهم بأكثر من 5000 ريال، أي بأكثر من 5 أضعاف القيمة الحقيقية لها. موقع عدن الغد قال بأن قوات التدخل السريع ألقت القبض على قيادي بارز وفني متفجرات لدى تنظيم القاعدة بمنطقة العين محافظة أبين. وأكد مصدر في قوات التدخل السريع إلقاء القبض على القيادي في تنظيم القاعدة الخضر أحمد حسين الملقب بالدرملي في مفرق الحميشة بمدينة العين إثر مداهمة منزله. وأوضح المصدر أن درملي كان من ضمن المطلوبين للأمن، كما يعتبر من الفنيين في التعامل مع العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد. وفي الشأن المحلي أيضا، كتب محمد جميح مقالا نشرته جريدة القدس اللندنية بعنوان السلطة اختيار إلهي أم انتخاب شعبي، ناقش فيه شعار الولاية الذي يرفعه الحوثيون هذه الأيام. وجاء في المقال: هذا الشعار بالغ الخطورة لأنه يجعل السلطة اختيارا إلهيا لا انتخابا شعبيا، ويريد الحوثي به أن يقول إن الله أمر الناس اليمنيين بتوليه، وهي لفظة تنفتح على دلالات الولاية الدينية والسياسية في البلاد. الإشكالية التي يطرحها الشعار الحوثي الذي يفرضه الحوثيون اليوم تتلخص في أنه يلغي بشكل جذري الجمهورية بمقولة دينية ليس لأحد الحق في مناقشتها ناهيك عن دحضها، حيث لا تكمن خطورة الأمر في كون هذا الشعار سيتكرس، بل الخطورة تكمن في أن فرض هذا الشعار يؤسس لدورات عنف لن تنتهي، لأن اليمنيين ليسوا في وارد التسليم بسلطة أحد على أساس ديني بعد 55 عاما من التخلص من نظام الأئمة الذي كان يقوم على مقولات دينية قديمة يحاول الحوثيون إحياءها وتوظيفها لصالح تكريس سلطة ثيوقراطية جديدة في البلاد. خلاصة القول إن اليمنيين اليوم وهم يعيشون ذكرى ثورتهم ضد النظام الذي عزلهم لقرون طويلة عن العالم، فإنهم لا يمكن أن يقبلوا بفكرة أن سلطة اليمن لا تكون شرعية إلا بالاختيار الإلهي الذي لا شك في أن من يرفعه اليوم يججيره لصالح عبد الملك الحوثي، وليس لليمنيين اليوم من مخرج من دوامات العنف إلا بإلغاء فكرة الاختيار والحق والاصطفاء الإلهي والعودة إلى دستور البلاد الذي علقه انقلاب 21 من أيلول 2014، والذي ينص على أن الشعب مالك السلطة ومصدرها، وأن سلطة البلاد لا تكون إلا بانتخاب شعبي عن طريق صندوق الانتخابات. منظمات دولية بدأت باتهام التحالف العربي وتحالف الحوثي وصالح بانتهاك القانون الإنساني والالتزامات الدولية، كما أورد موقع المصدر أونلاين، والذي أضاف: منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت في تقرير لها صدر اليوم إلى أن قوات التحالف العربي تفرض قيودا تنتهك القانون الإنساني الدولي على السفن التجارية المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة،
مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قوات الحوثي وصالح انتهكت الالتزامات الدولية ومنعت وصول المساعدات إلى بعض المناطق وصادرتها وقيدت حركة المرضى المدنيين وموظفي الإغاثة. وطالب الباحث الأول في حقوق الطفل في المنظمة بيل فان إسفيلد التحالف العربي لإنهاء قيوده غير الشرعية على الواردات إلى اليمن، داعيا في الوقت ذاته قوات الحوثيين وصالح لوقف عرقلة المساعدات. وطلبت المنظمة جميع الدول لدعم الجهود في مجلس حقوق الإنسان الأممي لإنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، ومنها القيود غير القانونية المفروضة على الواردات ومنع وصول المساعدات. لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. المنصة برنامج تفاعلي نقترب منكم به أكثر، نعرض همومكم ونواكب اهتماماتكم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نتشارك النقاش معا حول أبرز القضايا بحثا عن الحلول. المنصة، لأن بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم من جديد. في حوار خاص للشرق الأوسط كشف الرئيس هادي عن نجاح الشرعية في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي الذي نقل قبل عام إلى عدن، ومن أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في البنك المركزي الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي. وتحدث هادي عن أن اكتمال سلطات الدولة الثلاث وانعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد حكومته لتقديم تنازلات سبق أن تم تقديمها قبلا حتى قبل الحرب في إطار المرجعيات. وأرجع الرئيس اليمني سبب رفض الانقلابيين خصوصا الحوثيين خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفض البنك المركزي بالموارد الناجمة عن ميناء الحديدة وأكثر من 7 قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مشددا على أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى تنفيذ المخرجات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216. العام الدراسي في مناطق الحوثيين هل يبدأ؟ بهذا التساؤل بدأت صحيفة العربي الجديد وتابعت قائلة: توجه في 17 من سبتمبر الحالي تلاميذ المحافظات والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مدارسهم بعد انقضاء العطلة الصيفية التي استمرت نحو 3 أشهر، فيما لا يدري طلاب مناطق سيطرة الحوثيين ما إذا كان العام الدراسي الجديد سيبدأ في 30 من الشهر الحالي أم لا؟ العملية التعليمية في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تواجه الكثير من المشكلات التي قد تحد من قدرة وزارة التربية والتعليم التي يديرها شقيق زعيم الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي على تدشين العام الدراسي الجديد، لا سيما بعدما أعلنت نقابة المعلمين والمهن التعليمية الإضراب الشامل حتى يتم تسليم مرتباتهم المتوقفة منذ نحو عام. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كانت قد أكدت الشهر الماضي أن 4.5 ملايين طفل قد لا يتمكنون من العودة إلى مدارسهم في العام الدراسي الجديد نظرا لانقطاع رواتب المعلمين. في الشأن العربي والدولي كتب السياسي السوري المعروف ميشيل كيلو مقالا مطولا في العربي الجديد بعنوان معركة عبثية، ناقش فيه إعلان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بأن حدود كردستان سترسم بالدم، وأثر هذا الإعلان على مواقف أكراد سوريا. ومن أهم ما جاء في المقال: كان طموح أحزاب سياسية كردية في سوريا يرتكز على المواطنة المتساوية في دولة ديمقراطية، وشرعت تتحول عن طموحها إلى نهج يقوم على استحالة تعايشها مع نظام تديره أغلبية عربية. التحول عن النهج الديمقراطي إلى نهج باستحالة التعايش مع العرب والدعوة إلى استخدام الدم في رسم حدود كردستان يؤذنان بانفجار صراع كردي عربي. يعتقد بعض قادة الكرد من أمثال صالح مسلم أنهم كسبوا جولته الأولى لكونهم يخوضون من جهة معاركهم الحالية بدعم أمريكي
يمكنهم من تحرير كردستان الغربية التي فاضت عن جميع حوافيها. وبلغت اليوم قرابة ربع مساحة سوريا وتضم مدنا وبلدات وقرى تخلو من أي وجود كردي، ويستغلون من جهة أخرى فرصة ذهبية يتيحها لهم الصراع الداخلي السوري الذي يمنحهم الوقت الكافي لفرض أمر واقع لن يتمكن أحد من تغييره. هل كان البرزاني راغبا في الانفصال من أجل إقامة إطار دولوي يلاقي المشروع الكردستاني السوري ويكون معه نواة كردستان الكبرى؟ أعتقد أن موقف تركيا وإيران موجه ضد هذا الاحتمال. بالمناسبة، أرسلت واشنطن التي تعارض الاستفتاء والانفصال رسالة واضحة إلى كرد سوريا ترفض فيها انفصالهم عنها وحل قضيتهم خارجها واندماجهم بكردستان العراق التي يمكنها أن توسع بدورها دائرة حكمها الذاتي بالارتباط مع الحكم المركزي في بغداد وليس خارجه. لن يذهب الكرد الآن إلى كردستان الكبرى، هذا ما أكدت عليه واشنطن. وهزت تركيا وإيران والعراق عصاها في وجه من يتوهمون أن في وسعهم إقامتها من الكرد. زيادة حروف التغريدات يثير حملة ساخرة من تويتر، هذا ما نقلته صحيفة القدس العربي والتي أضافت في التفاصيل أنه بعد إعلان شركة تويتر زيادة الحد الأقصى للأحرف في التغريدات شن المستخدمون حملة سخرية على هذا الإعلان، معتبرين أنه بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعبير أكثر عن وحشيته وعنصريته، ويمكنه الإعلان بالتفصيل عن خططه لتدمير العالم كونه صار متاحا التغريد بأحرف أكثر. ورأى موقع ماشيبل أن التحديث الجديد سيتيح لترامب نشر المزيد من الإهانات والمزيد من الفبركات والكذب والمزيد من التهديدات بالحروب. وبدلا من 140 حرفا في السابق، أمسى للمستخدمين في تويتر إمكانية التغريد أكثر من خلال 280 حرفا، وانقسمت ردود الفعل بين الترحيب بالزيادة، بينما اعتبر مغردون آخرون أن الموقع يلجأ إلى تحديثات لم يطلبوها هم أساسا، بدلا من أن يقدم لهم ما طالبوا به مرارا، أي زر التعديل إيديت الذي يتيح تصحيح الخطأ في التغريدات. ومن أخبار عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، قال موقع هاف بوست إن الكونغرس الأمريكي استدعى جوجل وفيسبوك وتويتر، وذلك للإدلاء بشهاداتهم في إطار التحقيقات في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وقالت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ إنها استدعت مسؤولي الشركات الثلاث للمثول أمامها في جلسة استماع علنية ستعقد في الأول من نوفمبر، وتحقق اللجنة لمعرفة ما إذا كانت روسيا قد استخدمت أي من شبكات التواصل الاجتماعي هذه للتأثير على الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب. وقال النائبان مايك كونواي وآدم شيف عضوا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن الكونغرس والشعب الأمريكي بحاجة للاستماع إلى هذه المعلومات الهامة مباشرة من هذه الشركات. إذن زعمت أنها شفيت من السرطان فتم تغريمها 320 ألف دولار. وفقا لصحيفة البيان، فإن محكمة أسترالية غرمت امرأة ادعت أنها قضت على سرطان الدماغ باستخدام العلاج الطبيعي 320 ألف دولار أمريكي بعد أن اتهمتها بتضليل المستهلكين. وزعمت المدونة المقيمة في ملبورن بيلي جيبسون 25 عاما بأنها مصابة بسرطان الدماغ، وأنها استطاعت شفاء نفسها بعلاجات بديلة وتغذية خاصة، وتكشف بعد ذلك أنها لم تصب مطلقا بذاك المرض. ورأت المحكمة أن المرأة كذبت على المستهلكين من أجل الحصول على تبرعات كبيرة من وراء مبيعات تطبيقها الخاص على الهواتف المحمولة هول بانتري وكتاب من أجل جمعيات خيرية مختلفة. القاضية الاتحادية ديبي مورتايمر قالت إن جيبسون تربحت من ادعاءاتها وأمرتها بدفع 5 مخالفات لقانون المستهلك الأسترالي. تحمل الصور المنشورة في صحيفة الديلي تيليغراف بعضا من المشاعر المختلطة بين الفرح والحزن لتكون مجموعة مصورة نقلناها لكم في جولتنا لهذا اليوم. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.